السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ياكم أنس من قناة المدينة المستديرة. تعرفنا بالدرس السابق على الديتيلز وشلون نستخدمه، وإذا في حالة تردنا نبدل السماري مالته، الملخص اللي يظهر اليوزر حتى يضغط عليه، فنقدر نستخدم تاج السماري. اليوم خلونا نتعرف على فتاج جديد. هذا التاج يفيدنا، هو يعني تقريبا خلينا نقول هو شكله شكل الانبوت، أو حتى راح نستخدم به هو تاج الانبوت، بس في بعض الأحيان يكون عندنا شلون نقول بعض الاختيارات اللي هي already موجودة، يعني احنا عادة نستخدمها. فأول شيء خلونا نسوينا فد رو جديد، هسوي كوبي لهذا رو، اسوي بيست، احتاج انه ابدل، راح استخدم خلينا نقول انه هو الفون. هو مو required، يعني نقول بال يعني optional، كيف الشخص يملي أو ما يملي، فهو همين هفه منه همين required، وهذا أصلا راح نحذفه كله. فنستخدم نقول ال ID مالته اسمه فون type، إضافة لهذا راح نستخدم النيم لأن حتى نمرر القيمة مالته عن طريق الفورم، اسمه فون تايب، نكتب مثلا بداخله بليس هولدر، رايت يور. على سبيل المثال إن الموقع مالتنا يحتاج نوعية التليفون اللي المستخدم يستخدمه في حالة انه يحتاجه بالاحصائيات الموقع. المهم طلع ويانا بهذا الشكل، مثل ما لاحظ هسه حاليا هو انبوت عادي، نقدر نكتب بيه اي فشي يعجبنا. بس خلينا نقول انه احنا عندنا شلون نقول شركات معروفة مثل ما ندري انه تابعة لهذني التليفونات او شركات التليفونات، شركات يعني مثلا مشهورة، فاحنا نريد نضيفها حتى نسهل عملية اختيار الشخص او اليوزر لما يجي، يعني ما يحتاج انه يكتب لنا اسم الشركة وهو اصلا دي كتبه الاسم يعني مثلا بطريقة غلط او طريقة احنا ما نريدها. فنقدر نسوي لها مثل suggestions، يعني مقترحات نقدر نطلع لها. هاي شلون؟ من خلال استخدام التاج مالتنا الجديد اللي هو اسمه data list. حتى هذا التاج اصلا من التاجات المخفيه، يعني ما راح يظهر لي، يعني هسه في حاله انه خزنت سويت ريفرش ماكو اي تغيير. فكرته ايضا انه راح يحتاج الى اي دي حتى نقدر نربطه ويا الانبوت مالتنا، فخلينا نقول هو اسمه فونز الاي دي مالته، أو مثلا نسميه phone.coms معناها companies، ونكتبها كاملة. phone companies داخله راح نستخدم فتشي يشبه تقريبا select، بس التاج مالته ينكتب هيج، فهو option، مجرد راح نستخدم option الvalue مالته ونغلقه. طبعا نقدر نستخدم التاج مال اغلاق بس عادي اذا ما استخدمناه. فخلينا نقول اول قيمه عندنا اسمها نوكيا، ثاني وحده خلينا نقول سامسونج، الثالثه عندنا مثلا ابل، الرابعه مثلا ال جي، سوني، وهكذا. يعني نقدر احنا نضيف العدد اللي يعجبنا. فهسه حاليا اذا اروح اسوي ريفرش راح اشوف انه ما طلعت وياي، وبنفس الوقت انه الفون تايب ماكو اي، يعني هسه اذا اكتب مثلا ان كوشي ماكو، فمدى يعرفها. ف
فنحتاج انه نربطهم هسه هذين العنصرين الداتا ليست وياها الانبوت. فشلون اربطهم؟ اربطهم من خلال اتريبيوت استخدمه بالانبوت مالتي اللي اسمه ليست، من خلاله امرر الاي دي مال الداتا ليست مالتي، ولذلك كان احتاج انه احط اي دي فامرره من خلاله، وكانما دا اقول له انه هذا الانبوت اكو بي فد لسته من القيم، يعني هذني الفاليوز مالتي او الاوبشنز، فلسته من القيم او الاختيارات موجوده بداخل هذا العنصر اللي اسمه فون كومبانيز اللي هو هنا ضفنا. فهسه اذا اروح اسوي ريفرش راح الاحظ انه لما امرر الماوس عليها راح يطلع لي هذا السهم الصغيروني، في حاله ان دست عليها تطلع لي الاختيارات، واقدر اوتوماتيكيا هو يفلتر لي، يعني مثلا في حاله كتبت اي راح يشوف لي كل الكلمات اللي بيهن اي، مثلا وراها بي خلينا نقول، فانا دا اختار الابل فطلع لي بهذا الشكل اوتوماتيكيا. انا من اختاريته اذا لاحظتوا انا كتبت سمول، يعني هسه اذا ارجع امسح اكتب ان، لاحظوا انا كتبت ان سمول، اختار النوكيا، فلذلك انه قلب لي نفس الفاليو اللي مكتوبه already بالاوبشن. فهذا التاج يفيدني في حاله انه عندي مجموعه من الاختيارات، وهاي الاختيارات اريد انه اليوزر اوتوماتيكيا تطلع له، يعني ما يحتاج انه يكتبها، خاصه بعض الاحيان انه الكتابه تصير كلش طويله او فت قيمه كلش طويله، فلذلك انه ما نحتاج نخلي المستخدم يكتبها من جديد. فنستخدم الداتا ليست، ومثل ما قلنا انه نربطها ويا الانبوت مالتنا من خلال الاتريبيوت اللي اسمه ليست، ومرة الاي دي مال الداتا ليست مالتي، وتظهر بهذا الشكل. فهي فكرتها انه تساعد في حالة مردنا المستخدم يختار، او هو اوتوماتيكيا حتى يقدر انه مجرد انه يضغط عليه تطلع لكل الاختيارات الموجودة ويختار الفتشي اللي يعجبه.